خد يا عم، جبت لك موبايل جديد. ايه ده بجد؟ شكرا يا بابا، موبايل جديد، موبايل حلو قوي. يعني انت تجيب لي الواد ده موبايل جديد وما تجيبليش؟ ومين قال ان انا ما جبتلكش موبايل جديد؟ موبايل جديد؟ يبقى اكيد بقى جاب لي الموبايل اللي كان نفسي فيه. خد يا عم الموبايل الجديد بتاعك. هات يا بابا. ايه ده؟ انت جبت له الموبايل ده وجايب لنا ده؟ في ايه يا ابني وماله الموبايل؟ ما هو حلو اهو. ما هو فعلا حلو، وليه جاي على نفسك قوي كده؟ خد يا بابا مش عاوز حاجة. وماله الموبايل؟ ما هو حلو اهو. اطلع بره يلا. استنى بس، انا كنت جاية اقولك ان الموبايل الجديد حلو قوي. بقولك ايه، تلعب معايا ببجي؟ ايه ده، بس انت ما معكش موبايل يا عيني. امشي يلا من قدامي عشان ما اضربكش. برضه بابا جابلي موبايل جديد وانت لأ؟ ده انت عيل مستفز بصحيح. انت بتضرب اخوك يلا؟ والله ما كان قصدي يا امي. خلاص انت تسكت خالص، فاهم ولا لا؟ احسن، هو الغلطان.